مقابلة صعبة، شاركت عدة تظاهرات إفريقية مع الوداد البيضاوي ولا مع الجديدة ولا مع المغرب الفاسي. المقابلة النهائية والنصف النهائي دائما كنكون فيها متبوعة على اللغط، كذلك فيها واحد الخوف من الهزيمة، ولما لا كيكون واحد الحافز داخلي على الجميع باش يبرز المؤهلة ديال اللاعبين، يبرز المؤهلة التقنية، واللي تيركز في هذه اللقاءات واللي تيعرف يسير هذه المقابلات بهذا المؤيد هو اللي كيفوز هذه اللقاءات. درك كان عنده جميع المؤهلات باش يفوز بهذا النهائي، ولا سيما عنده واحد القصة مع الزمالك، لأنه أقصيت السنة الفارطة قبل سنتين بفاعل فاعل، لكن الحكم أزال إصابة ولعب لعبته حتى فاز الفريق الخصم. ولكن السنة هذه تنظن مع مجيء الفار مع الوسائل الإعلام الحديثة تنظن أن الفريق البركاني عنده نسبة مئوية كبيرة باش يفوز في هذا اللقاء، ولما يدخل خانات الكبار كما هو داخل ديجا عنده تاريخ وثقافة الألقاب وفاز مرتين بهذا الكأس.